قول الو. الو، مرحبا. مرحب. شلونك؟ عاني نعم، وياك عسل من دوني. هلا بعسل. شلون شخبارك؟ حياتي، شلونك؟ اني بخير الحمد لله، انت شلونك؟ جاب عرب دوم. عسل جاي تتابعينا من خلال الشاشة ولا البث المباشر على الفيس؟ لا، مش شاشة. من الشاشة. طيب ابتعدي من التلفزيون حتى اسمعش واضح يا عسل، وسمعيني واضح وحتى نحكي بموضوعنا اليوم. تمام عسل، اليوم نحكي على اتخاذ القرارات. انت عجولة باتخاذ قراراتك؟ لا، لو تتأنين وتفكرين يلا تتخذين قرار. في اكيد افكر. زين، اتخذتي فد يوم قرار وندمانة عليه؟ الحمد لله. الحمد لله. زين، شو تقولين للناس اللي دائما تستعجل باتخاذ قراراتها؟ شنو حابة تقولين للناس اللي ما تتأنى باتخاذ القرار وتستعجل باتخاذه؟ أها، حلو، يعني يفكرون باتخاذ القرار وما يستعجلون حتى ما يندمون بالأخير. في أكيد. أها، وأنا أتمنى يا عسل إنه دائما تتأنين باتخاذ قراراتك وما تستعجلين حتى دائما تكونين على صواب وتكونين مرتاحة. شكرا. شكرا لك ولاتصالك يا عسل.